السادة المتابعين أهلا بكم. النهاردة احنا في زيارة إلى الأستاذ الملحن والمطرب إبراهيم دمدم، نعرف منه تفاصيل وقعة قيام المطرب رضا البحراوي بأداء لحن خلصت ليه يا ألم بدون الرجوع ليه، خاصة أنه قدم اللحن بصورة لم يوافق عليها ملحن الأغنية الأستاذ إبراهيم دمدم. ومع الأستاذ هنعرف التفاصيل بالضبط وإيه الإجراءات اللي أخدها علشان يحافظ على حقوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لفنانين مصر ومشاهدي هذا الفيديو. طبعا رضا البحراوي غنى خلص ليه ألم بطريقة شوهت اللحن نفسه. أولا اللحن ده غنته شفيقة وغنته هدى السعيد زي ما أنا حط، وغنته إسمة وأنا غنته في شريط وغنيته على عود. أنا طبعا ما عنديش معنى أي حد يغني لحن ليه، بس يغنيه زي ما أنا حطه. يعني محمود الحسيني غنى أغنية اللي هي من يوم ما غابوا عني الأحبة وغناها في فيلم، بس غناها زي ما أنا حطتها ما غيرش فيها، ولذلك وافقت على إن اللحن ده ينزل. فطبعا يعني ما ينفعش الرضا عمله. لو عايز يغير في اللحن أو يحط جملة ولا حاجة هو عاوز يحطها كان يستشيرني يقول لي أنا هحط كذا كذا، أقول له آه أو لا. أنا برجو من زملائي الفنانين تقف بجانبي في هذا الموضوع، وأنا بشكر الأستاذ مصطفى كامل طبعا بعد ما شرحت له الواقع، وبشكره لدعمه ليا بحقوقي الأدبية في هذا اللحن. أدعو في جمعية المؤلفين والملحنين بالقاهرة، وطبعا أنا قومت 3 محامين عشان يشوفوا إيه الإجراءات اللي هتحصل بعد كده، والقضاء هو ياخد مجراه. أنا ما عنديش مانع إن جميع مطربي طنطا أو مصر يغنوا اللحن، بس يغنوه زي ما أنا حطه ما يشوهوش اللحن. لا، طب في الحقيقة